لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرؤيا. قال: كتاب الرؤيا. قال: عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التبويب: قال: كتاب الرؤيا. كتاب الرؤيا، ما هو المقصود بالرؤيا؟ الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم ذكر، قال: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله عز وجل يخلق في قلب النائم اعتقادات، يقوم النائم يعتقد أنه طاير مثلا في الهواء، أو أنه مثلا يسبح في البحر، أو أنه مثلا يمشي في بستان، أنه مثلا يأكل، أنه يشرب. كل هذا ليس حقيقي، إنما هو يعتقد ذلك وهو في نومه، يعتقد ذلك وهو في نومه. الله الذي خلق ذلك، الله عز وجل يخلق في قلبه وفي نفسه هذه الاعتقادات. ولذلك قال: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه ده نائم وده يقظان، يجري على هذا أنه يعتقد هذا في نومه، هذا كله على الله يسير. قال: فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخرى. فإذا خلق هذه الاعتقادات، الله سبحانه وتعالى إذا خلق هذه الاعتقادات في قلب النائم فكأنها علامة على أمور أخرى. يعني مثلا إنسان يرى مثلا نفسه في المنام يمشي في بستان مثلا، الله خلق في قلبه هذا الاعتقاد وهو في النوم، هو يمشي في بستان ونحو ذلك. يقوم عندما مثلا يستيقظ ينظر ما المقصود من هذا، فتكون هذه مقدمة أو علامة على شيء آخر. قد يستبشر مثلا أنه هو يمشي في بستان وحديقة وكذا وثمر وفاكهة، أنه قد يكون هذا مثلا بإذن الله الجنة أو نحو ذلك. فيكون هذا الاعتقاد الذي خلقه الله عز وجل في قلب هذا العبد في النوم علامة على شيء آخر. يوم هو لما يقوم من النوم يقوم يدور يبحث ما هو المقصود من هذا المنام وهكذا. قال: يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في قلب النائم الطيران مثلا، يعني وليس بطائر هو نائم، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علامة على غيره كما يكون خلق الله الغيم علامة على المطر. بيضرب مثال الإمام النووي رحمة الله عليه، يفصل به أو يبين به، زي مثلا الغيام ما يظهر كده يقوم الناس يشوفوا الغيام يقولوا بس ده في مطر هيحصل. النائم لما يريه الله عز وجل في قلبه اعتقادات معينة علامة على شيء آخر، يقوم من النوم يقول آه لعل كذا لعل كذا وهكذا، ده هذا أمر الرؤيا. طيب، هناك شيء آخر غير الرؤيا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرؤيا الصالحة من الله، وده اللي ذكره الإمام النووي، والرؤيا السوء من الشيطان. والرؤيا السوء في بعض الروايات قال: والحلم من الشيطان. والحلم من الشيطان سماها في رواية الرؤيا السوء، وفي روايات سماها الحلم. وهذا وذاك يقصد به ما يراه النائم أثناء نومه من أشياء
تفزعه وتخيفه وترهبه ونحو ذلك، وتكون سيئة ونحو ذلك في نفسه، بحيث تكرب نفسه، تضيق صدره ونحو ذلك. هو نائم، فإذا استيقظ يعني كأنه يعني أنقذ من عذاب شديد. فهذه هذه الرؤية السوء، هذا الحلم، هذا من الشيطان. والمقصود الرؤية من الله والحلم من الشيطان، مقصود به ماذا؟ كله من الله سبحانه وتعالى، كله من الله تعالى. الله خالق كل شيء، الله خلق خلق هذا المنام وخلق هذا المنام، المنامين ربنا هو اللي خلقه. والمقصود به من الشيطان أي أنما أي أن الشيطان رافق هذا الفعل، رافق هذا الخلق في هذا الوقت، إنه حضر الإنسان عند خلق الله عز وجل لهذا الشيء، فنسب إليه مجازا، نسب إليه مجازا. وإلا الشيطان لا يخلق شيئا، والله خالق كل شيء. لكن لما كان هذا مما يفزع النفس ويضرها ونحو ذلك، لما وافقه من مصاحبة الشيطان لحدوثه ونحو ذلك، فكان نسبة ذلك إلى الشيطان نسبة مجازية. قال: الرؤية الصالحة من الله، والرؤية السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره. هذا أول ما يفعله الإنسان إذا رأى رؤيا سيئة في منامه. عندما يرى الإنسان شيء يكرهه في المنام فاستيقظ، أول ما يفعله، دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما يفعله هو أن ينفث عن يساره. في بعض الروايات يدفل، في بعض الروايات يبصق، يدفل عن يساره، ينفث عن يساره، سواء هذا أو ذاك أو هذا أو الآخر، ينفث أو يدفل أو يبصق عن يساره. قال: وليتعوذ بالله من الشيطان. في بعض الروايات فليدفل أو فلينفث ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا. يبقى الروايات دي توضح كام مرة، يبقى يدفل ثلاثا أو ينفث ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ثلاثا. قال: ولا يخبر بها أحدا. هذا هو الأمر الثالث، يبقى ينفث يتعوذ ولا يخبر بها أحدا. ولا يخبر بها أحدا لماذا؟ لأنه ربما فسرها هذا الأحد، ربما فسرها على ظاهر صورتها، على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا فتقع، وكان ذلك محتملا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، يعني محتمل أنها تفارق رجل الطائر وتقع، وربما لا تفارقه. ولذلك فإذا عبرت وقعت. ولذا فإن الإنسان إذا رأى في منامه شيئا يكرهه لا يذكره لأحد. لماذا؟ لأنها ربما تعبر على ظاهرها فتقع. يعني واحد رأى في منامه مثلا شيئا، أنه مثلا رأى رجله قد انكسرت، فيحكي لآخر هذا، فيقول له الآخر: ده أنت رجلك احتمال تنكسر، ربما بالفعل تنكسر رجله، لأن الرؤية على رجل طائر إذا عبرت وقعت، وهي على احتمالين، يتقع يا لا تقع، فربما تقع فيكون المكروه. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتحدث بالرؤية السيئة لأحد، وأن نذكرها لأحد. تتعوذ بالله تدفل ولا تذكرها لأحد. قال: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. أول شيء فليبشر، رأى رؤيا طيبة في منامه، أول شيء أول ما يستيقظ كده يستبشر بذلك، الحمد لله لعلها خير. ولا يحدث أو لا يخبر إلا من يحب، مش كل الناس يخبرهم، إنما يخبر من يحب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يخبر إلا من يحب؟ لأنه لو أخبر بها من يكره، أو ربما يكون في عنده عداء، فربما حمله هذا العداء على الحسد والعياذ بالله،
فهذا الحسد ربما يجعله يفسرها له بمكروه. واحد بيكرهك أول ما تقول له رؤية طيبة يقول لك لا 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 دي معناها كذا، ويقول لك أي معنى وحش فاسد، لأنه هو حاسد والعياذ بالله. فربما تقع، وإن لم تقع فأقل شيء ماذا فعل؟ أحزنك بعد ما كنت أنت مستبشر، أحزنك. ولذلك يكون عند ذلك النهي عن أن تحكيها إلا لمن تحب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا باعتبار أن الدعوة النبوية كما قال يعني بعض أهل العلم، قالوا هذا باعتبار أن الدعوة النبوية ظلت 23 سنة، فإذا قسمناها على النصف اللي هو 6 أشهر السنة على النصف اللي هو 6 أشهر تكون 46 جزءا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى الله 46 جزء، كل جزء 6 شهور. كان منها أول 6 أشهر كانت رؤيا صالحة، وبهذا الاعتبار كانت الرؤيا للمؤمن، رؤيا الصالحة للمؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. العلماء لهم كلام يعني كثير، يعني والله أعلم أخلصه أن الرؤية معنى أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، أن الرؤية جاءت موافقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، اللي هو التوفيق والسداد، ويعني الموافقة لأمر الله عز وجل. فالرؤية الصالحة للمؤمن جزء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة للمؤمن. وعلي أنت عندما ترى رؤيا صالحة هذه بشارة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في حديث آخر لم يبقى من أمر النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إلا الرؤيا الصالحة. ولذلك فإن الإنسان المؤمن في آخر الزمان تكثر الرؤيا الصالحة، كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إن الرؤيا الصالحة علامة على صدق الرجل، علامة على صدق الرجل. وإن كان هناك طبعا نرى من الناس من يدعي ادعاءات عجيبة وغريبة كثيرا، فنسمع ربما مدخن سجائر مثلا وربما متبرجة، بعضهم يقول لك لا ده أنا رؤياي ما بتيجي كده واضحة، وبعضهم يعمل رواج لذلك يقول ده فلان، لا ده فلان ده لما بيشوف منام على طول يجي زي ما هو شافه ونحو ذلك، وكأنهم يروجون لي أن هذا الإنسان يعني منامه يعني إذا كفلق الصبح كده إن صح التعبير. وهذا فيه نظر في الحقيقة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الصالح قال لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالح، يراها الرجل الصالح. والرجل طبعا هنا ليس المقصود به الذكورة، وإنما المقصود به تغليبا يعني عموم الصالحين من الرجال والنساء. يعني إذن فإن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، المقصود بها الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسداد والقرب. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، هذا التبويب مأخوذ من الحديث. العلماء أيضا تكلموا في هذا الحديث، ومجمل كلام العلماء في ذلك أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الشيطان أبدا أن يتمثل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، يعني الذي رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض أهل العلم
قالوا ولو كان على غير الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة، يعني كان رأى منه تغيرا يسيرا، كأن يراه مثلا أبيض اللحية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض اللحية مثلا، فيقول فقد رآني، إن الشيطان ما يتمثلش في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يقولون لا، بل لابد أن تكون الرؤية موافقة للهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة والمشهد والمنظر والأوصاف ونحو ذلك. والبعض الآخر يقول لا، حتى ولو كانت فيها اختلاف يسير، هذا يرجع إلى أحوال الناس، فإن البعض ربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صاحبه، يعني كأنه يعني يراها كذا عيانا، والبعض الآخر يراه ربما في تغير شيء من أوصافه على حسب طاعته لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، جاءت روايات أخرى قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة. فسر العلماء ذلك على أن هذا على وجوه، يعني منها أنه لما قال ذلك في زمانه كان يعنى به أن من رآه من غير المهاجرين سيهاجر وسيرى، وإن كان هذا يعني هذا الوجه يعني ضيق واسعا والله أعلم. والعلماء بعضهم الآخرين قالوا فسيراني في اليقظة، يعني سيراني يوما في حياته، يوما في حياته، يعني إنه يرى في الدنيا، يرى في الدنيا. وهذا يعني أستغفر الله، أنا قلت بعض العلماء، بعض الناس يعني يقولون سيراه في حياته يراه يقظة، وهذا في الحقيقة شيء مستحيل، وإنما الذي يدعي ذلك هم يعني المتصوفة وبعض المتصوفة الذين يزعمون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علانية ويقظة، رأوه في يعني الحياة، وهذا شيء مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم، فمن أين يخالطونه يقظة؟ ولذلك تجد حكاوي كثيرة جدا. أما أقرب الأقوال فهي فسيراني، المقصود بها فسيراني يوم القيامة، من يرى من رآني في المنام فإنه سيراني، فإنه فسيراني في اليقظة، يعني سيراني يوم القيامة يقظة، بحيث أنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويجالس النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله. فهذا أقرب الأقوال في ذلك والله أعلم. فإذا بيذكرها الإمام القاضي رحمه الله تعالى يعني من الممكن أن تكون في سؤال، وهو هل يجوز رؤية الله عز وجل في المنام؟ يعني احنا بنتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل يجوز رؤية الله عز وجل في المنام؟ قال القاضي رحمه الله تعالى، قال العلماء، قال اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها، لأن ذلك المرئي غير ذات الله. بيقول يعني اتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام، وهذا استنادا للحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وذكر فيها أحوالا وأحداثا، وهي أحاديث يعني كثيرة، قال رأيت ربي في المنام. فهذه الرؤية العلماء اتفقوا على جوازها في حق الله تعالى، وذلك أنهم يقولون أن المرء ليس ذات الله عز وجل، وإنما الله عز وجل يجعل لعبده هذه الرؤية على ما يعني يريد سبحانه وتعالى وعلى ما يشاء سبحانه وتعالى. أما رؤية الله عز وجل، الرؤية الحقيقية لا تكون إلا في الآخرة، وتكون للمؤمنين كما هو قول جماهير أهل العلم. ثم قال باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام. باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام. قال عن جابر قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابر بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه، لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام. وذكر هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب، يعني ضرب بالسيف، فتدحرج رأسه، يعني بقت مفصولة عن جسمه، فتدحرج فاشتددت على أثره، يعني قعدت أجري وراء رأسي بجري وراها عشان ألحقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم على هذا المنام أنه من الشيطان، وأن هذا كان من تلاعب الشيطان بهذا الرجل. ولذلك أخذ منه العلماء أن من رأى في منامه شيئا مما يكون من الشيطان وهو الحلم أو الرؤية السيئة فلا يحدث الناس بهذا التلاعب من الشيطان به. وإن كان بعض العلماء يقولون أن هذا مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، بمعنى أنه مش شرط مسألة قطع الرأس تبقى تلاعب من الشيطان. يعني بعض العلماء بيقولون مش شرط قطع الرأس يبقى تلاعب من الشيطان، وإلا قد يؤول المعبرون ذلك بتعبيرات قد تكون فيها خير وقد تكون فيها شر للإنسان. وإلا بعض الناس يقولون أنه مثلا إذا رأى الرجل رأسه قد قطعت في المنام فإنه انقطاع شيء مرافق له أو شيء مصاحب له، فإن كان سلطان مثلا زال سلطانه، إن كان مال زال ماله والعياذ بالله، أو إن كان مرض أو دين مثلا يقولون زال مرضه زال دينه، يعني قضي عنه الدين ونحو ذلك. فهذا والله أعلم يرجع إلى يعني قواعد التعبير المعروفة عند علماء التعبير. لكن في الجملة أن من رأى في منامه ما يكره فإنه لا يحدث الناس بذلك كما سبق في الباب الأول. ثم قال باب في تأويل الرؤيا. باب في تأويل الرؤيا يعني تفسير الرؤيا. قال عن ابن عباس رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. إني أرى الليلة في المنام ظلة، الظلة اللي هي السحابة. يقول له أنا رأيت في المنام يا رسول الله سحابة، السحابة دي عمالة تنقط تنطف، يعني تقطر قليلا قليلا، تنطف السمن والعسل، سحابة والسحابة دي بتنقط سمن وعسل. قال فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم. وفي المنام بيقول الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يتكففون من الكف، يعني يأخذون بأكفهم اللي هي السحابة اللي بتنزل دي قطر 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 كده خفيف سمن وعسل، الناس ياخذوا بقى من هذا بأكفهم. قال فالمستكثر والمستقل، منهم اللي واقف عمال يجمع ومنهم اللي ياخذ كده حاجة بسيطة ويمشي. قال وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. السبب اللي هو الحبل، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ثم ليقطع المقصود سبب السماء، يعني الكفار الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يتحداهم ويقول لهم من كان منكم يظن أن الله لن ينصره فليذهب ينصب في بيته في سقف بيته حبلا وليشنق نفسه لأنه سينصره الله عز وجل. قال وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وشايف في المنام ده حبل واصل من الأرض لغاية السماء.
فأراك يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فأراك أخذت به فعلوت. فأنا شفتك في المنام يا رسول الله أخذت بالحبل ده وعلوت عدت تطلع بالحبل ده إلى السماء. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له وصل له فعلى، ثم وصل له فعلى. انقطع به إشارة في الحقيقة إلى عثمان رضي الله عنه. ثم وصل له فعلى. قال قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرنه. أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسمح لي أنا أعبر المنام بتاع الرجل الأعرابي ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبرها، يعني فسرها أنت يا أبا بكر. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام، يعني الظلة يا رسول الله في منام الرجل ده السحابة دي ده الإسلام، السحابة دي الإسلام اللي بتظل الناس المسلمين يعني. وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه. أما اللي عمال ينزل سمن وعسل من السحابة دي ده القرآن، وده يعني القرآن حلاوته ولين القرآن. وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما الناس فدول اللي بياخد القرآن منهم المستكثر ومنهم المقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، الحبل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. هنا أبو بكر لاحظوا ما فسرهاش قوي دي، مش كده ما فسرهاش قوي، هو قال رجل 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 وخلاص. قال فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أصبت أم أخطأت، يعني قل لي بقى يا رسول الله هل أنا فسرت المنام صح ولا خطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أنت أصبت فعلا بعض المنام تفسيره وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالله ما الذي أخطأت. قال لا تقسم، قال لا تقسم، يعني هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا فوالله يا رسول الله لا تحدثني، بيستحلف النبي صلى الله عليه وسلم آسف بيقسم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني يخبره بما يعني أخطأ فيه، بيحلف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لأجل أن يكون هذا في عزم على أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تقسم، يعني لا تقسم علي يعني فأنا لن أخبرك. وابتداء هذا كما يقول العلماء في هذا الجزء من الحديث فيه دليل على أن الأحاديث الواردة في الأمر بإبرار قسم المقسم ليست على الوجوب على إطلاقها، وإنما هي واجبة ما لم يكن في إبرار قسمه مفسدة. يعني لو واحد قال لواحد والله لا تبر قسمي وتشرب الشيء الحرام الفلاني ده، هذا لا يجوز إبرار قسمه. وكذلك هنا العلماء يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أنه إذا فسر هذه الرؤية وبين كل أجزائها وما فات أبا بكر فإن ذلك فيه مفسدة، فإن ذلك فيه مفسدة، فإن أبا بكر قد أخطأ يعني أنه لم يفسر من الرجال الذين يعلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول بعض العلماء، والبعض يعني يتكلمون فيه إنه الرجال من وما الذي يحدث مع هؤلاء الرجال وخصوصا الرجل الثالث. وخصوصا الرجل الثالث وهو الذي بعد ذلك ظهر أنه عثمان رضي الله عنه وأنه يقتل
وأن الأمة تثور فيها الفتن والحروب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يعني يخبر بذلك الناس وأبا بكر لما سيتسبب في إحزانهم وتألمهم واضطرابهم ربما بعد ذلك، فلذلك قال له لا تقسم. أما بقية المنام فالظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه يعني أصاب فيه كله والله أعلم، وإن كان بعض العلماء يقولون أما الخطأ الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن في أن أبا بكر رضي الله عنه فسر القرآن ولم يفسر، يعني فسر السمن والعسل، فسر حاجة منهم واحدة، فسر حاجة منهم واحدة، لأن الرجل قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، تنطف السمن والعسل. أبو بكر قال هذا القرآن حلاوته ولينه. الحلاوة واللين دول أوصاف السمن ولا أوصاف العسل؟ أوصاف العسل. فبعض العلماء يقولون هو فسر العسل فقط ولم يفسر الإيش؟ السمن. ولذلك بعضهم يقول ترك السمن التي هي السنة، ترك السمن التي هي السنة، فكان ينبغي أن يقول وأما السمن والعسل فهما القرآن والسنة. هذا بعض العلماء يقولونه أن هذا من مما أخطأ فيه أبو بكر رضي الله عنه والله أعلم. فالجملة يعني باب في تأويل الرؤية، أن بعض الناس ربما يحسن تأويل الرؤية، وأن الرؤية كذلك يحتاج المعبر إلى معرفة بشيء مما يحيط بالرؤية، الأشخاص، الملابسات ونحو ذلك، وإلا هذا مما يعين على التفسير كما كان حال أبي بكر رضي الله عنه. وأخيرا قال باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، رؤاه هو صلى الله عليه وسلم، وما أكثر رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما سبق مكث 6 أشهر صلى الله عليه وسلم يرى في منامه الرؤيا الصالحة صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، قال فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. هذه رؤية من منام النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، دار واحد من الناس اسمه عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم أوله تأويل جميل جدا، إنه إحنا قاعدين في دار واحد اسمه عقبة بن رافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر المنام بالأسماء الموجودة فيه، رافع من الرفعة، فهذا دليل على الرفعة يعني الـ 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 الإسلام ويعني ارتفاعه والعاقبة للإسلام، وأن ديننا قد طاب من قوله فأتينا برطب من رطب ابن طاب. رطب ابن طاب ده دي نوع من الرطب معروفة منسوبة إلى رجل اسمه طاب قديم في العرب، ومعروف الرطب دي اسمها رطب ابن طاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر المنام بالأسماء طاب، فقال وأن ديننا قد طاب، طاب يعني كمل واستقر في أحكامه وشرائعه. وهذه طريقة يتبعها أيضا المعبرون من العلماء للتعبير أخذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أن يعبروا بالأسماء. ممكن الإنسان يرى في المنام أسماء يعبر بها المنام. يعني أنا أذكر يعني أن أحد الإخوة رأى مناما وفسره بهذه الطريقة، وسبحان الله كان على نفس التفسير والحمد لله. كان عنده أزمة كبيرة جدا هذا الأخ، كان هناك يعني أحد الناس الظالمين جدا ظلمه، ويعني هذا الظالم والعياذ بالله وصل به يعني الفجور، إنه يعني عمل له كده مشكلة، والمشكلة دي تدخله في أزمة يعني قانونية، وهو ما ليس له ناقة ولا جمل في الموضوع.
وإنما الآخر ذهب إلى بعض الجهات بالرشوة ونحو ذلك، وتم يعني حبك المسألة وتلفيق يعني تهمة لهذا الرجل في هذه المسألة. فهذا الأخ كان متأزم جدا، وظل أشهرا يعني في يعني تأزم نفسي شديد جدا، ولا سيما أنه هذا يعرض لدخول الأقسام البوليسية ومخالطة الجنائيين ونحو ذلك، وهو ليس له في ذلك شيء. فظل مكروبا يعني زمنا طويلا، حتى كان يعني خلاص أزف الوقت أن هم خلاص كده هيحجزوا الراجل ده، أو هي لو خلاص الجلسة الأخيرة اللي بيقولوا عليها دي خلاص هيتحبس، عاملين له جايب له عقوبة وغرامة ونحو ذلك. فسبحان الله العظيم، بات هذا الأخ يقول بت يعني أصلي وأدعو الله سبحانه وتعالى، ثم نمت في آخر يعني الوقت. فلما استيقظت على منام رأيت فيه أنني في يعني مسجدي، وأن أحد الإخوة اسمه، وهو أخ من إخواننا المشاهير يا معروفين يعني، اسمه عطية عبد السلام، أنه جاء يزورني في مسجدي، يقول فجعلت أقول له تفضل. قال لي ده أنا معايا والدي الحاج عبد السلام. هو بيقول الأخ بيقول إن أنا بقول للأخ عطية عبد السلام بقول له تفضل أنت يعني صلي بالناس وكده إمام مكاني. فقال له لا والله ده أنا جاي لك أزورك ومعايا والدي الحاج عبد السلام. يقول فقمت من النوم فإذا بأسباب تفريج عجيبة جدا في الصباح، فرج الله بها الموضوع من أوله إلى آخره، تفاصيلها يعني تانية أنا مش عايز أطول عليكم. فسبحان الله، يقول أنا استبشرت بهذا المنام لأن عطية عطاء وعبد السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام، فكان السلام بالفعل ربنا سلمه، وكانت له عطية يعني سلمه الله بها، يعني جات له عطية مالية سلمه الله بها من شر هذا الظالم. فمثلا هذا مثال على التفسير بالأسماء ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة يشير إلى أن بعض الناس المتخصصين أحيانا يقعد للتفسير المنامات يظن أنه هو يفسر بالإطلاق، أبدا، لابد أن يكون عنده إلمام بقرائن حول الموضوع والأشخاص وجوانب الموضوع وما جاء في الموضوع، معرفة بدرجة ما لذلك سيعينه على التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فالأمثلة كثيرة جدا على رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل منها مثلا ما رواه أيضا الإمام مسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، قال فذهب وهلي إلى أن اليمام أنها اليمامة أو هجر، قال فذهب وهلي إلى أنها، وهلي يعني اعتقادي أو فكري، نعم، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أنني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. تفسير المنام النبي صلى الله عليه وسلم فسره على طول. فهذا يعني شيء في يعني بعض ما جاء في ذلك. وبهذا نقف على هذا القدر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى نقف على كتاب الفضائل إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.